لهي خلجات من المشاعر والألوان، بصمات فنية وقدرات ثمينة، مسيرة إبداعية تكللت بنجاح، مهارات فنية أطلت بمرافقة ربان السفينة والذي رافق العمل ليل نهار، الفنان التشكيلي وديع العوضي. نحو مستقبل فني تسرنا بخطى ثابتة تبدعنا. تجربتكن الفنية ورغم المدة القصيرة تزداد إنتاجا وذوقا. مبروك لسيدات الأنامل الذهبية. فقط أريد أن أختصر شعور وليس تجربة لبعض الكلمات والتي كان لها صدى بلوحتي وأعمالكم المعروضة أمامكم الآن بمعرض المحترم معرض خلجات، والذي يقدم لكم وصفة جميلة عن الخروج عن المألوف واكتشاف طاقات مشبوتة وصادقة داخلنا، والتي ميزها كثيرا حب التعاون والخير وروح العائلية الجميل والرائع. وباختصار أختصر شعوري بكلمات ترددت من خلال لقاءاتنا وتحضيرنا معا لفترة قصيرة لهذا المشروع الصريح، وأقول بكلماتي التي